لكن هذا حنون كأب حب ويشاء وحويان قفك والله سمين كرا يدو كحب بدن يلوها جاتين كرا لكن وحنكتش على هاي قفك انتو ايه ماذا ان الحقيقي هرت انو حنون كقبي انو نقبي وحلوك كلا ساري كرا وكلي وحوي كولونكو دنك بديح بوكشن كرا إلا ديسو انت بدن ديفشيت كدنك بديح بوشرا لكن ومسبيان كإيه حنون لدن كليتا قبلها كدعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله شرفت بدن الله إني بركة ملك استود أدونك جوكتان آدي آد بإني سلامينا آدي آد بإني جعل الله إنت أنا جعشين إنك بدن بإني جعل الله خير كائن لجع الله جنة إن الله وضربنا دمانت إن جنة قلنا إن شاء الله تعالى يا ودرجين إن إلهي نكبرينا والله يو وبرامج خاصة ما أنت إن شاء الله تعالى وحقاس ويا هاي walaalaha Soomaaliye dumarka guud ahaan ragga xataa qaas buu u yahay waayo gabar baa kula dhalatay xasbaad qabtaa marka inaad mahday ayada dhageysan weys inaad adigu dhageysatid danba ku jirta marka intaanan bilaabin waxaan u mahadcelinaya walaalaha dhamaan cusub ee nagu soo biiray kanaalka safiirka islaamka iyo bahda facebook ka socotaba dhamaan waxa leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin qeyrkaad u imaateen insha Allahu ta'ala waan naga helaysaan ilaahay idinki inaad idinkana waxaan ka rajaynaynaa madama adey lagu soo sheegay oo lagu soo dhaweeyay adigana umada kale u sii sheegay qeyrka oo la wadaag walaalaha kale u baahan een waxa igu soo noqnoqotay shaqana in badan ee horta markii soo dhaweeyay shaqana barakallahu fiik jazakallahu khayran ustaad horta in badan waxa igu soo noqnoqotay su'aalad aad u badan oo dhalinyarada iyo dumarka ragga nooc kastaba ina weydiinayaan een dhalinyarada qaar waxay ka sheeganayaan ama daada 40 jirrada konta jirrada waxay ka sheeganayaan laf xanuunka dhabar xanuunka daalka badan وبرامج خاصة إن شاء الله تعالى ونوصل سعودا لكن واحد كحوق بدنا ذي أن ما أنت حوق سارينا أن ربنا إنا نجواب نقبل ولا رأس مالي ذو إن بدل نقول سؤال على شيء أم صبيان أم صبيان هل الله يهلا محاوح وترك را قبل بدنا كل بن نساس جرتا حنون بدنا نهيستا ولد على دعينا قبل بدنا حنون سن محاتا لا يدو هيسا إن بدل نقول سؤال على شيء marka ustaad horta kanaalkana wuxuu u taagan siisa inuu qeyrka umada u faafiyo wanaaga umada u faafiyo baahida la qabana bulshada inuu ka qabtiro u taagan yahay marka in badan aadna waxaad u taagantahay inaad umada baahideeda ka jaahil bixiso wixii Ilaahay ku gaarsiiyo oo qoon aad hayso inaad umada ka qabtirto marka waan kaaga mahadcelinaynaa aqbalkaana ya aqbasho markasto oo aad adu dib ay kugu tahay ognahay inaad daweynki qaar xataa dibsanayso inaad u soo gudbiso la ajli umada inuu fahmayso inaad xayisiinayso oo aad ka cudur daaranayso أنا كنا أنكو قصبيس كو قصبينا وانكار على جلينينا ومدنا أنفع يوتها إن شاء الله تعالى هذا الكون بتصدر هذه الروح نجع الله هينا نوجشيد برامج كلا يلا أم صبيان هرت محوية هاي معناه أم صبيان معناها هرت معناها أم صبيان محلقة وضع محو قصارى 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 سمحيهين إن دمر كمحو جيستا إن قرمو يماذا سير سجد دوية دوية إذا ما هي سهدير سجد دوية وسود أستاذي الله أكبر كيو بارك الله فيك وجزاك الله خيرا أدبا وما تنتهي أني وحن جعلها يوندون يا بلشدة إن باهيدة عافمات إنتان أني كجرنا يو إن أن أوجد بيو أنا قدون إن دتك إن أن علمي ينو أو إن أن يعني شيء علميا إن أبرتان أنا قدونا إنه أي كجاهل بحان إن بدن وادي أركتي أنا قوم مساجد كه الله هيا وبلشدة كلها هيا ورها عادة تكنين علم تكذا أنا قوم أرها هيا ورها عادة عنين علم عنا ورها عادة نولانين علم نولادا قفكم مسلم كاه ما أنت نول وحلو بهني هاي إنه علم كن نولادا أو أونن سيها جبسيا ونن إسقى الصعنين أو ونن إسقى عادة الصعنين أو قف لابلا كعله أو قلبه وحي لشيقه لبه ده ونن نقولين قف ميزان علمي له أو وحي ميزان مكرا ما الصحبة مثل الصح معها هدونن أسقى كالسحن كرين عدة وكوكر سونيا مركا وليه كرو إنا يؤسح ده وكف لنا يو إن أولا آذو علمي غنا واهنتي قران أو علمي وقف كمالكو برانا يسقى برطا لكن كلكو برطا واهنتي ومدك دعيسة إنو أجد بيو وضروري قف والباء ومسلم ووحي وبرتا قل كاد برانا يسعداء دورتاي وبرتاي لكن مركاد برتاي واهان تقرا ووحي ومدكا دحايا إنا قد بيه أو ددك أو قد بيه أيا لو بهنيا كو
ee hadda markaan u gudbo markaa inta waa horodhac booska barnaamijki markaan jawaabka bixiyo umusibiyaan ama dabayl ama umusibiyaan baa loo yaqaana ama dabayl bay dhahaan soomaalidu labada way ugu yeedhaan haddii aan jawaab ka bixiyo umusibiyaanku waa jin waa intaan ka garanhaya aniga waxaa la yidhaahdaa waa jin dhegara oo raximka gala dumarka hadduu ilaahay u qadaro hadduunan ilaahay u qadarin ma geli karo hadduunan ilaahay qofkan muxuu ahaa qadihiisa iyo qadarkiisa xanuunka inuu qabto gabadhaanuunan ilaahay u qadarin iskama geli karo qof kama soo raaci karo cilaaj ay tagtay kama soo raaci karo musqul ay gashay kama raaci karo geed ay fuushay kama raaci karo geed ay goysay asbaabta ilaahay meesha uu sababta shayga u awuu marsiin karaa ilaahay laakiin jin asaga intuu iska imaado qof iska geli karaa ma jiro musliman am kaafiran ilaahay markuu u qadaro unbuu ku dhacahayaa horta waa jin dhegala oo raximka dumarka gala hadduu ilaahay u qadaro hadduu ilaahay u qadarana ka hor istaa yacna waxaa la yidhaahdaa qasa hadduu ilaahay sabab uga dhigo ka qasa muxuu ahaa taranka oo aan yacna wax badan oo dhibaato ah ka geysan kara xanuunkaa la yidhaahda marka umusibiyaanka ama soomaalidu dabeysha ay u taqaano waa jinkaa dhagala baa la yidhaahdaa waa hadduu ilaahay qofka u qadaro gala waana la soo adeejistaa oo inta badan iskii uma imaadee wuxuu ku imaadaa dirmo la soo diray bimacnaa sixir waxaa loo yaqaanaa oo jin la isticmaalay oo lasoo diray waa idan waxaa ninku markuu dhagala yahay macnaheeda waxay ka rabaan inaynan qur-aanka una maqal laakiin ayaga ujeeddaday ka lahaayeen qur-aanka maqalkiisa iyo akhriskiisaba meeshii jirada ahayd jiro unbuu noqon oo wuu aadayaa waxaanse doonayaa inaan gabdhaha muslimaadka ah ee soomaaliyeed oo aad iyo aad loo maan habaabiyey aan maaragtay doonaya inaan ka xasuusiyo jinka umusibiyaanka la yidhaahdo jiir gabdhaha rixinkooda intuu galo operation lagu sameeyo oo laga soo bixiyo ma aha waa jin jinna ilaahay wuxuu inoo sheegay innahu yaraakum huwa wa qabiilu min xaysu laa tarawnahum inuu tashakul kala sameeyo mooyeen innagu ma arki karo laakiin wax jin ahoo qofku intuu maaragtay gabadha operation lagu sameeyo raximkeeda ama caloosheeda laga soo bixinayo ma jire ayaa maaragtay barnaamijta waa inaad ka dhag waa inaad maaragtay ka caafimaadaan oo waxaa weeyaan aad ogaataan wuxuu markuu jidhka bini aadamka galahayana asagoo dabayl camaluhuu galaa awqaadda uu galana waa markuu ilaahay u qadaro boqolkiina toddobaatan iyo shan ama siddeetan qofku markuu halaaqyoonaya ayuu galaa hadduu ilaahay u qadaro asbaabta inan ilaahay baa musabiba markuu isku aadiyo kadibna waxaa weeyaan hawo isagoo ah markuu soo galay isagoo bacteria unbuu ku dhex jiraayo isagoo jiir ahoo af qalloocsan oo lagu soo qabanaya biinsa sidii kalluunkii oo gabdhaha laga obareeshimayo warkaasu waxaa weeyaan waa qusac balaad iyo beecsharo yay gabdhaha muslimaadka aynan isku lugaynin idan jinkaas isaga ah hadduu ilaahay qadaro oo gabadha muslimada ah uu caloosheeda raximkeeda galo waxaa loo daweeyaa sida loo daweeyo xanuunada kaleeta ee jibanka ah ayaa loo daweeyaa calaamadaha lagu garto inuu umusibiyaan jiro iyo xanuunada kaleeta ee dumarka ku dhacana kala saaridoodu aad bay u adag tahay gaaska caloosha gala oo koloonka maradal koloon waxa la yidhahdo qofka markay xiidanka dheer ee saxarada qaado ay hawo isku gunudo kow gabdhaha marka uu ku dhaco waxa la yidhaahda al-awraam alliifiya biraxim burabiyooda raximka ku dhacda kolkay qabto gabadhu bataanata raxim marka la yidhaahdo hilib isku gaara qaybta gudaha raximka ka soo baxa marka uu jiro marka uu jiro waxaa loo yaqaano takayus almabiid in meeshii ukunta dhalinaysay uu ingeyg ukunta soo maraysay uu ku imaado waxa la yidhahdo isku aruur ama muxuu ahaa uu ku imaado ama tayabus raxim ama makaanku marka uu waxa weeyaan jactado ee uu xooga adkaado oo uu ingego kulli xanuunadaas iyo xanuunka umusibiyaanka lama kala garto xanuunadaas markay gabadhu qabto iyo umusibiyaanka kala saaridiisu way adag tahay waxaa lagu kala saari kara oo keli ah waxaa weeye koloonku
دنك بديح بو كشان قرا إلا ديسو انت بدن ديفشيد كو دنك بديح بو جرا لكن ومسيبيان كا إيا حانونا دنك ليتا قبدها كودعا وحان هلمامي او كالي قنجر كعانها كولكو إرمان جرو برولاكتين كالو يقانو كولكي قبدو قدها كا إرمان تهي كل كواس مركي تيران يحنونك ومسبيانك جنكاس مركو تيرو لما كرا غران كرو بقول كوحان كوديه كرا إن لك كلا سارو آد إيا آد بيو آدك تهي وحلقو كلا ساري كرا أو كلي أو حاوي وإن لأركو قفكي حنونك قوي لأركو لكن عنيقا أمس علوشا إدقاق دي أو وحبا إيقا شنقري علوشا أو إيقا بود بودية محوها أم السبيان بان قبا وحاوه يان وارهين لغو دك دقاي قبلها مسلمات كا وحانكو بورين ايا ون ادر دار مها يان نفتا يدي ايا نفتي نبا دادك تخصص كا اولي اي كلا قران كرا حانون نداس محوها كا اماد أم السبيان كا اي حانون ندان كلا تير رحيم كا كودعا اي تيروين كا سيداس و كلا تا اوبادن كلا ساري دودو اد بيو ادك تهي مركا وإن أي أو إمادان دخترك تخصص كأولى إكلا ساري كرا هذا أنيق يوسف هان وحن كترين يا قبضي استعشر كرا إن حنون كاس قبته أو نلتشوكته نيروبي شوكته إن أي إماتو وهذا يكين يشوكته هاي سو قارتو أركت ذا إذا وافري لعج معها وصدقه في سبيل الله ويا مركا قبضي استعشر كرا أما إن إكلا سارتو حنون ندي يكن تينك كإمادي إنه كلا سارتا يكو أدكاتو وحا ويان ويصوب وقال كرتا ويئمن كرتا إلهي سبحانه وتعالى وحان كرجينا يا إنان أنفعو أو وحي أنو أوودي كرو أنو أوودو هادو قفكو إمن كرين أو دروكسن يهي دوو ينباتشرا لكلا مارتي وقفكو لسيو كوو ديار أنا واتشران كوو قفك اللو دياريان ويتشران انتبان وحا ويان ومتوفر والهلا يهدو إلهي كرال النقضو مركز سيداس ايان انتا سامكوسو قبو قبين لاما دابو اونا وقتو انو سامحين انا وحبا لانكا سيدانو اذي ياد باو ما سنتهي وجزاك الله خيرا وما سنتهي الله كبارك يا عمر دينا كرسيو يومد سادو انفعادنا الله كو انفعو وحان رجينا يا اني دو جرتي لكن هذا دو سيكرتيد دو دو سيكرت مجرتا دوودا ساده دادك انت بدن ري كينيا وي غرانيان waxaa la yiraahdaa khaltatu alhikma la yiraahdaa wa dawadaas yar dad badan ba qaataan dibadiyo dalba way u qaataan laakiin haduu xanuunku aad xoog u yeesho waxa weeyaan qofka waa loo sameyn kara iyadoo ka xoog badan ayaa loo hagaajin kara laakiin waxaan ka jeclahay qofku intuu ii imaado inaan xaqiijiyo horta inuu xanuunka qabiyo inuu nan qabin qofka dawada iska ma siin karo ilaa uu dhaqtar waxa weeyaan uu xaqiijiyo xanuunkuna waa xanuun waxa la siinaa waa undawo dawana waxay rabtaa in qofka laga xaqiijiyo inkasta oo rajaynayo xataa qofku haduu isagoo ciladaha caloosha qaba uu iska cabo inayna dhibaato lahayn dawadan oo dhibaato marnaba lahayn laakiin haddana qofka muslimka ma doonayno xoolihiisa inaan ku qaadano waxa weeyaan dalni iyo male iyo tuhun ma doonayno waxa weeyaan waanu caday haday qabtana waa la siin hadayna qabina waxa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka rajaynayaa inuu ka caawiyo muslimiinta waxaan raacsan lahaa baryahan dambe waxa soo batay cabsi uun jinki laga cabsanayo إلهي القرآن كيس حكولة فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين تنكي بابا هادا مقعنكو قبضه أنو ملايينو مالين دو محكمة لها الدون كتاقي دونو دعوان دونو لأن قفك ترنتو الرغب هادا محولي يهون وحاويان تنبا إحايا تنكي بابا هادا أنو ملايينو قعنكو قبض تشوغو مركب حاويان بحالك يالا بومبونين إلهي وحولي سبحانه وتعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين قفك مسلم كان إنه مؤمن ماذا إسكبح إياه أصاب أسكتيس الله مرهبا إلهي وحان وهشنا إنا إنا المسلم نقرنا والمؤمنين نقرنا قفك أدونك مؤمن ككوان بآخر نهر وشنا إلهي المؤمنين هنقدر قد يقايسا قوينا واحدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما حسنت أستاذ الله كبركي إدي الدوادة أباهان كبح سنكي إن شاء الله تعالى إن لو دري دونا رجينا إن شاء الله تعالى ومركي طلب بذن إيوار بذن kohorreeyo oo aan la soo kaadiri doonin hadii aad u baahan tahay laakiin su'aalad badan iyo xaqiijin badan iyo video call badan uu kuu imaan doono insha Allah ta'ala waana ku wayna ku diyaarsan tahay waad helaysa idii Kenya joogta oo Nairobi nala joogta insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa inay soo imaato ayadana taladeeda iyo su'aaladkeeda u diyaar garowdo markay imaatana insha Allah ta'ala ayadana heli doonto
intaas ayaan jeclaanay inaan ku soo koobno walaalkayow walaashay waxaan ka rajaynayaa walaalaha la xanuunsan xanuunada la sheegay oo sheekhu noo sheegay inaa u sii gudbi doontid si adigana aad jeer u heshid walaalaha kalena aad uga farxisid oo kanaalkaana insha Allah ta'ala waa kanaal qeyrka lagu faafiyo aad bulshada kala sii gaarsiisid like badan saartin insha Allah ta'ala si bulsho badan u aragto aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa daawashada iyo waqtiga aan siiyeen jasaakumullahu khayran assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.